عندي قرحب معدتي، شلون اتعامل الموضوع؟ عندي مشاكل. الله يخليك، شنو الفحوصات اللي لازم اسويها؟ هاي الاسئله هواي تجي لانه موضوع شائع جدا. اليوم راح نحكي على التقرحات والقرحه، شنو اسبابها، شنو المشاكل، شنو الفحوصات والتحاليل اللي نسويها، شنو الشغلات اللي نحتاج نغيرها بحياتنا اليوميه، ايش ناكل ما ناكل. هذه مواضيع تهمكم ويانا راح نتحدث بها اليوم. انتم مع فقرة صحتك مع زمن، وياكم دكتور زمن الخفاف طبيب طوارئ من شمال انجلترا. اهلا وسهلا بكم. اليوم راح اتحدث من قناة زاغروس، بس ممكن انه ايضا تسجيل تشوفوه على وسائل التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب، وهذا راح يكون موجود لكم تقدرون تشوفوه على قناة زاغروس نفسها او على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي دكتور زمن الخفاف. ودائما تواصلوا ويانا وسائل التواصل الاجتماعي، كتبوا لنا شنو المواضيع اللي تهمكم واللي تهم احبابكم وتأثر على حياتهم، لانه هذه وسيلة من وسائل وصول المعلومة المجانية لحضاراتكم. فخلنا ندخل في موضوع التقرحات. الفكرة من القرحة انه دائما بشكل طبيعي البطانة الداخلية للمعدة وللأمعاء تكون مهيئة لاستخدام مختلف المواد اللي راح تدخل بها، ولكن اللي يصير انه احيانا هذه الاماكن يصير بها فراغ، تتاكل الطبقة المخاطية الداخلية للبطانة، وبالتالي المواد اللي داخله راح تلامس الجدار الداخلي للأمعاء أو للمعدة وتسبب ألم. طبعا التقرحات ممكن تصير بأي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي، ابتداء من الفم إلى نهاية الجهاز الهضمي، ولكن موضوعنا اليوم راح يتحدث عن تقرحات المعدة والاثني عشر. هذني عادة تصير تحت مظلة واحدة وباللغة الإنجليزية يسموها peptic ulcer، اللي تشمل المعدة والاثني عشري، لأنه الاثنين لها علاقة بالحموضة، والحموضة في المعدة والأمعاء يسيطر عليها هرمون اسمه هرمون البيبسي. ليش أهمية هذا الموضوع؟ لأنه راح نجي شوية نقدم ونأخر طريقة التعامل. عادة الأمراض يتم الحديث عنها من ناحية أنه انتشارها، من ناحية الأسباب، وبعدين الأعراض، ومن ثم الفحوصات. بس إحنا شوية راح نقدم مناخر على مدى سهل الفهم على حضراتكم حتى توصل لكم الفكرة بصورة أوضح. مثل ما قلنا، يصير تآكل للبطانة الداخلية المخاطية سواء للمعدة أو للاثني عشر، وبالتالي الحموضة راح توصل إلى الجدار وتسبب ألم. عادة الأطباء شو يسوون؟ يسوون فحوصات، من ضمنها الفحص بالكاميرا اللي يتم إدخالها عن طريق الفم لرؤية وتصوير الجدار الداخلي وأماكن فقدان هذه البطانة. هذه بفائدة أخرى، أنه يأخذون نماذج، والنماذج يتم استخدامها بشكلين. الشكل الأول للتأكد خصوصا بالأعمار الكبيرة من أنه هذه التقرحات ما إلها أسباب سرطانية، فعادة هي بالشباب الأسباب أسباب اعتيادية ما لها علاقة بالأمراض السرطانية، مثل هي ما قلنا تصير التهابات، وهذه فائدة ثانية من ناحية أخذ النموذج أو الخزع. بالإضافة لأن نتأكد أنه نوع الغشاء ما صاير به تغيرات سرطانية، نتأكد من البكتيريا الموجودة، لأنه بالكثير من الأحيان يكون واحد من أهم الأسباب اللي مكونة هاي التقرحات هي التهاب بكتيري. هذه البكتيريا اللي اسمها هيليكوباكتر أو يسموها H. pylori ممكن تسبب لنا تقرحات. لذلك واحد من أهم أسباب العلاج في البداية أنه نأخذ أدوية يعطيها الطبيب تكون قابلة للقضاء على هذه البكتيريا، وهذا يساعد على القضاء من القرحة بشكل كبير جدا. ولكن أكو ناس تستمر عندهم هذه التقرحات بعدها، ولكن تقل الأثر مالتها وتقل أضرارها بعد علاج هذه البكتيريا. العلاجات الأخرى اللي تنطي، الفكرة الأساسية قائمة على أساس تقليل حموضة المكونات أو المواد اللي موجودة داخل المعدة. فأما تنوخ المواد بسيطة قاعدية مثل ما الجابسكون اللي هنا في بريطانيا موجود على المحلات على الرفوف، يتم الأخذها بدون وصفة طبية، والناس تستخدم في شيء مشابه اللي هو الفوار، هاي مواد قاعدية تعادل حموضة المعدة وتقلل الألم. بالخطوات التالية الأطباء ينطون مواد تقلل من إفراز الحوامض، تقلل من تأثير هرمون البيبسين، وبالتالي قل الحموضة وبالتالي قل الألم. هذه المواد اللي تسيطر على مسألة الحموضة وتقلل من أثرها في مرضى التقرحات.
الشغلة الأخرى والمهمة هي مسألة ما يسمى باللايف ستايل، يعني الحياة اليومية، أنت تصرفاتك شلون تقلل من تأثير هذه الحموضة. العامل الرئيسي والمهم جدا هو عامل التدخين. التدخين يزيد الحموضة وله أثر سيء على موضوع التقرحات. لكن نجي لموضوع الأكل. مريض القرحة هنا يختلف، ما احنا قلنا هذه هي مظلة تشمل تقرحات المعدة والأمعاء. حتى يساعدكم تصور، تصوروا أنه المواد اللي تفرزها المعدة هي مواد حامضية، فلما يكون ماكو أكل هاي المواد الحامضية تكون جدا مركزة وتأثر على أماكن التقرحات. بالتالي من يدخل أكل للمعدة، إذا كانت أكو قرحة بالمعدة، الأكل شوية يعادل من هذه الحموضة ويقلل من الألم. لذلك الناس اللي عندهم تقرحات بالمعدة يرتاحون من يشربون الحليب البارد، اللبن البارد، ذني بها أيضا مواد تقلل الحموضة وتساعد على تخفيف وتقليل الألم. لذلك عادة الناس اللي عندهم تقرحات بالمعدة ما يصير عندهم فقدان بالوزن. ولذلك الناس اللي يصير عندهم تقرحات بالمعدة احتمالية فقدانهم الوزن تكون أقل مقارنة بالناس اللي عندهم تقرحات بالاثنى عشر، هي لأنه دائما يحاولون يأكلون حتى يقللون الألم. الناس اللي عندهم تقرحات بالاثنى عشر وضعيتهم تختلف. ليش؟ لأنه بالحالة الطبيعية المعدة تكون محافظة على العصارة مالتها داخلها وما تخرج إلى الاثنى عشر، اللي أجواء داخل الاثنى عشر ما بيها ذيك الحامضية. ولكن شي يصير لما تصير مسألة الأكل وبعدها تندفع المحتويات المعدة مع حوامضها إلى الاثنى عشر، راح تجي الحموضة هناك وتأذي الشخص. لذلك نلقى الناس اللي عندهم قرح بالاثنى عشر عادة ما يأكلون ذيك الكمية لأنه الأكل يأذيهم. بالحالتين احنا تكلمنا عن العادات الأخرى اللي تقل من هذا الأثر والأدوية. أتمنى الموضوع يعجبكم لأنه العلاقة بحياة الكثيرين من عندكم. كان ياكم دكتور زمن الخفاف من فقرة صحتك مع زمن. لا تنسون تشتركون يعني بالبرنامج وفي قنوات التواصل الاجتماعي وتسألونا حول المواضيع اللي تشوفوها مهمة. تحياتي لكم، مع السلامة.